تحتشد التعزيزات العسكرية إلى مأرب، ويتصاعد الحديث عن احتمال بدء معركة صنعاء. لا ضمان للسير في هذا الخيار الآن، ولا تبدو الطريق سهلة ومعبدة بالنظر إلى طبيعة المعركة وأهميتها. المؤكد أن زيارة الرئيس هادي إلى مأرب وضعت الحسم العسكري خيارا حتميا، في حال تعذر المضي في محادثات السلام وفتحت الدروب أمام ضرورة الحل بأي خيار كان. المهم أن تخرج البلاد من تحت بساط الميليشيا وتعود الدولة بكل أدواتها. التصريحات الأخيرة لمستشار الرئيس ياسين مكاوي يجدر التوقف عندها والنظر فيما قاله وما تفادى قوله لأسباب سياسية. استنادا له تم البدء بتفعيل خيار الحسم العسكري ووضع طوق أمني للجيش والمقاومة على صنعاء بعد تطهير الريف المفتوح على مشارفها. عزز ذلك حديث نائب رئيس هيئة الأركان اللواء ناصر الطاهري بقوله إن إمدادات عسكرية جديدة من التحالف وصلت خلال اليومين الماضيين بهدف خوض المعركة المقبلة. وقال الطاهري إن التعزيزات تضاف إلى المنظومة العسكرية التي اكتملت إلى الآن. الواضح أن المجتمع الدولي لا يرى في خيار الحسم العسكري حلا ولن يسمح بالمضي فيه، لكنه غير قادر على الدفع بمسار السلام إلى الأمام ويتعثر للجولة الرابعة في الخروج بحل سياسي بين الأطراف. الجديد في هذه المساعي الدولية لقاء الرئيس بولد الشيخ أحمد في الرياض بعد يومين من زيارته لمأرب وإطلاقه الوعيد بحسم معركة استعادة الدولة وتلميحه بعدم ذهاب الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت في حال فرضت الأمم المتحدة رؤيتها المقدمة من قبل مبعوثها. مصادر في الرئاسة قالت إن اللقاء يأتي بعد الخطأ الذي وقع فيه المبعوث الأممي بتقديمه خارطة طريق لم تتم الموافقة عليها أو حتى عرضها على الوفد الحكومي، وهو ما دفع الرئاسة والحكومة للتهديد بعدم استئناف المشاورات وفق هذه الخطة. بعيدا عن السياسة، هل يضع الجيش في حساباته خيار خوض المعركة رغم الحسابات السياسية والدبلوماسية؟ وما الذي يتطلبه الخيار الهجومي الآن؟ القدرات العسكرية أم القرار السياسي أم الاعتباران معاً؟